مشاهدينا الكرام، معنا اليوم إسماعيل سليم المخرج والمصور. أهلا ومرحبا بك يا إسماعيل، كيف الحال؟ الحمد لله تمام. شو إسماعيل مخرج ومصور، كيف وجدت هذه المهنة مع بعض؟ والله من عام 2012 تقريبا أو 2011 كنت واصل بالتليفون، يعني كان معي جوال أيام ما كانت جوالات قديمة. يعني بدأت بالتليفون تصور؟ بدأت بالجوال تصوير، يعني بداية كتصوير. كنت أحلم أن أنا أسوي فيلم، بس بتعرفي أنت في عدن قليل كده مقيدين، إحنا ما فيش حد يساعدك او ينميك. صحيح. فبدات حبه ما فيش تمويل، ما فيش ابدا تمويل، ولا حتى احد يشجعك اصلا، ولا حتى اداره الثقافه هنا في عدن ومدير الثقافه، يعني بدل ما يشجعك يحبطك اكثر يعني. فبدات بكاميرا جوال اصور فيديوهات بسيطه كده وانزلها عبر اليوتيوب. فاستمريت يعني وتعرفت على اشخاص مصورين كبار معروفين، بدات معهم حبه حبه، كلفونا بتصوير فيلم والحمد لله اكتسته، وشاركت في مهرجان اسمه مهرجان اليمن، تمام، مهرجان اليمن، وفزت فيه بالمركز الخامس. من بعد هذاك اليوم ب 2014 او 2013، من بعد ذاك الفتره كان حافز لي ان انا اتطور اكثر واستمر، والحمد لله قدمت واشتغلت مع تلفزيونات واشتغلت باليوتيوب واشتغلت مع برامج كثيره الحمد لله. في البدايه لما بدات، يعني انت قلت انك لم تجد تشجيع، لكن اكيد كان في تشجيع من الاصدقاء، من اكيد هو اساسا من الوسط. اكيد انا بدات يعني لو كان ما حد شجعنا من اصحابي ما فتنا ايش بدات، بس الحمد لله يعني الشباب، نحن الشباب مش حد يمسك بيدنا ويوجه نحن الطريق الصح. في البدايه قادتك معرفتك ان انت موهوب في هذا المجال، ام بعد ما انت بدات تمارس اكتشفت؟ لا من قبل، انا يعني احس ان انا يعني كان حب وموهبه، كان حب وشغف، رغم انه مجالي الدراسي غير هذا، انا طالب صيدلي. فزي ما قلت لك نحن محتاجين، نحن الشباب مش حد يرشد نحن الطريق الصح، لكن للاسف دي الايام الشباب يسلكوا الطريق الخطا نحن نلومهم. لا اللوم مش على الشباب، اللهم على اللي لازم يكون في حد يوجههم، فنحن محتاجين حد يوجهنا. احنا انا الحمد لله يعني لاقت شله ولاقت اصدقاء من بدايه يعني مسيرتي الفنيه، والحمد لله شجعونا ووقفوا معي الى الان، يعني ما زالوا صامدين واقفين معي في هذا المجال. اليوم قدمت العديد من البرامج يعني اليوتيوبيه وكذلك التلفزيونيه، وكذلك في هناك معك في مجال تصوير في الاخبار. افضل البرامج او الاعمال التي قدمها اسماعيل؟ من افضل البرامج برنامج شغدفه، يعرض في قناة الغد المشرق. طبعا اللي عجبنا في هذا البرنامج انه صريح وغير مسيس، احنا محتاجين في عدن برامج مش مسيسة او تميل الى جهة معينة، نحن نشي برنامج يخرج اللي بقلب المواطن الضبحان من غير تطبيل او من غير تيئيس، يعني تيئيس بالشخص. نحن نشي برنامج يبت الامل بنفس الوقت يقول ايش الغلط السلبي وايش الايجابي في البلاد. هذا برنامج شغدبة زي ما قلت لك المقدم فيه محسن الخليفي، يعرض في قضايا للمجتمع، قضايا المواطن البسيط المسكين الغلبان، هو ده اللي شدني فيه. ومن افضل الاعمال لي طبعا في فيديو كليب اسمه هبي ابين، طبعا كان هذا يعني كنت انت مخرج فيه؟ مخرج فيه انا وصديقي اسمه عبد السلام القاضي. طبعا هذا الفيديو كليب كان صعب جدا، انه رحنا في بعد ما تحررت ابين، كان فيها حرب ذيك الايام 2013، اول ما تحررت نحن دخلنا فيها صورنا هذا الفيديو. فيديو هبي أبيان يعكس فرح المدينة، يعني مدينة عانت من الحروب والدمار، نحن أول ما تحررت من الحرب الأخيرة هذه، من حرب القاعدة اللي قبل الحرب. أيوة قبل الحرب نعم. فكان صعوبة جدا، يعني إحنا نصور في مدينة متشددين قليل وخارجين من حرب. فقضية الفيديو كليب كان عبارة عن رقص وفرح، فمجتمع كأبيان يعني نصور فيه كان قوي شديد جدا. لكن سمعت انه بسبب هذا الموضوع وبسبب هذا العمل وصلتك تهديدات او وصلتنا تهديدات وهذا، بس ما اخذتها بعين الاعتبار. صح انه الواحد يخاف على نفسه، بس انا ما شفت الطريق الصح، ما عملت اي حاجه غلط، يعني الواحد يسلك طريق صح وربنا الحارس. سوينا هذا الفيديو كليب، الحمد لله انتشر شهره كبيره ولاقى رواج كثير في القنوات وفي في الفيسبوك واليوتيوب، والحمد لله يعني. الحمد لله. كذلك اشتغلت في وكالة الأناضول الإخبارية، كيف وجدت العمل الإخباري؟ والله من صديق اللي هو اللي وجهنا لهذا الباب، يعني من أعمال درامية وأعمال فنية إلى إلى الأخبار، وهي تعتبر والله أنا كمصور يعني. كمصور يعني صح إنه تحدي من فيديو كليبات وعمل كوميديا إلى أخبار، بس أنا كمصور لازم أقبل يعني، فهذه مهنة المصور. صح إن أنا مش إن أنا فوق، أنا مبتدئ عادة، بس هذه مهنة المصور، هذه تحديات لازم نحن نواجهها. فكانت صعوبة جدا، وفي بعض الأحيان طبعا ما توفقت بالشغل بسبب النت، أنا لازم أرسل لهم المقاطع على الموقع حقهم. سوء النت في عدن؟ سوء النت، فاضطرت للانسحاب، اضطرت أن أنا أنسحب، أن ما قدرت أوصله مثلا يسوي حدث أروح أغطيه
فلازم يعني بالكثير ساعة يكون معهم. فتمر الساعة وساعتين ثلاث ساعات ولسه ما وصل، فاضطريت ان انا انسحب لان انا اقدر عارف ان انا ما بقدر اكمل. فهذه كانت تجربة وكانت تحدي بالنسبة لي ان انا اعرف هذا المجال عشان بالمستقبل اعرف انا ايش من اتجاه اخذ. تخصصك صيدلة، هل شعرت انه الفن الان والاعمال الدرامية سحبتك من التخصص؟ في مرة فترة ايوه كنت يعني غير موفق في الدراسة في الصيدلة بالرغم اني انا احب الصيدلة، بس ما بين الصيدلة والاعلام يعني فرق شاسع، لكن كده وكده يعني. اليوم اسماعيل فين تحس نفسك، صيدلي في المستقبل ام مخرج ومصور؟ صيدلي، انا هي مهنتي. الاعلام ما لهش اي مستقبل للاسف في البلاد زي ما انت شايفه، يعني لو له مستقبل بيكون في فئه محدده او في قد يكون في المستقبل لكن في فتره معينه. لكن الشباب اللي مثلك اذا اللي فيهم الموهبه وبداوا يمارسوا فعلا يعني العمل على ارض الواقع انسحبوا من مجال الاعلام ومجال الفني والدرامي، لن يبقى هناك فعلا اي مستقبل لهذا المجال، لانه ما فيش اهتمام من الدوله. ومثل ما قلت لك كانت معانا مكتب ثقافه في عدن فاسد، تمام؟ يعني بدل استوالي في قبل فتره موقف معه مع مدير الثقافه، للاسف ما يرحبش بالشباب ولا يرحب بافكار الشباب، يعني فكره هو السادي في الفن. يعني انا اشتهى كذا خلاص، طيب نشتي منه تصريح، نشتي منه يعني مساعدات، ما يقبل اي حاجه الا الفن اللي هو يشتهيه، تمام؟ في هذا نحن في عدم مضطهدين، يعني مين بيمسك نحن؟ وعشان كذا يعني اغلب الشباب يعني يخرجوا من هذا المجال انه ما في مساعده الا لو في اليوتيوب وتشجيع تشجيعين ثلاثه، شفت انه على مشاهده اليوتيوب، لكن توصل لفتره خلاص مشاهده الفيديو اليوتيوب تقل. بعدين في عدن النت متدهور والكهرباء مش موجوده وشبه منعدمه، فمن بيتابعك؟ لكن احنا محتاجين قناه شبابيه تتبنى تتبنى المواهب الشبابيه، تعرض يعني مواهبهم ولو بتكريم بسيط او بذكر اساميهم بمكان يعني يليق فيهم. نحن هذا اللي نفتقر فيه. اذا اتجهت الى الصيدله وتركت الاعلام ما تركت الاعلام؟ اذا حصل هذا الشيء يعني انت ناوي انك تتجه للصيدله لكنك لن تترك الاعلام؟ ما اعتقدش ان في يوم بالايام بسيب الاعلام. لن تترك، لانك اذا تركته واتجهت للصيدله ومرت السنين والتفت الى الوراء لن تندم؟ ما بندم، لو خطيت على خطوه ما بحاول اندم، بحاول اني اصلحها، لكن اندم فيمكن اتدهور بالصيدلة في الإعلام، فعشان كذا أنا أمشي. طيب ما هو الشيء الذي سوف يجعل إسماعيل سليم يتجه نحو يتخصص في مجال الإخراج والتصوير؟ إيش اللي خلانا أتوجه؟ لا الآن يعني أنت تقول أنك قد تترك هذا المجال من أجل الصيدلة أو أن الصيدلة هي الأرجح بالنسبة لك بسبب سوء الأوضاع وإلى آخره، لكن ما بسيب الإعلام. ما هو الشيء الذي قد يجعلك تترك الصيدلة وتلجأ للتخصص بأن تصبح متخصص في مجال الإخراج؟ الله، هذه رغبة الوالد، فالوالد خسر علي يعني الصيدلة مجال مش سهل وفي جامعة خاصة. كل الأبهات يشتوا أولادهم يكونوا مهندسين وصيدليين ودكاترة، بس هذه رغبة الوالد أنا أحترمها لأنه خسر في بعد الملايين، مش معقول أن أعصي أوامره، فهذا رغبته. إذا يعني أمرنا ورغمنا يأمر مرت فترة أمره فتجنبت المجال هذا، لكنه يشوف أنه مش لصالح أنا، لا بقدر أتوفق بدا ولا بدأ لأنه هذا شغف، فأنت لما تبني على حد شغف فيأس، ما عاد يقدرش يتطور، بيكون باله عند مكان محروم منه، كل محروم كل مرغوب كل نعم هذا كل ممنوع مرغوب هذا. طيب اليوم يعني ما هي الأعمال التي تنوي أن تقدمها بإذن الله في المستقبل؟ والله دحين سواء كانت في متناول اليد أم لا؟ اللي في متناول اليد إن شاء الله الآن حلقات برنامج شغدفة إن شاء الله، وفيديو كليب لفنانين من عدن لأول مرة يعني بيغنوا، وإن شاء الله نتوفق فيه، ومجموعة أفلام قصيرة في قيد التنفيذ الآن. الأغنية والفيديو كليب ستكون وطنية أم أغنية عربية؟ بعنوان السلام، إحنا محتاجين هذه الأغاني تنشر السلام، تنشر الحب في البلاد. صح أنه تعبنا من أغاني الوطنية هذه اللي نسمعها لكن ما نفعل فيها، بس التمويل شخصي؟ تمويل شخصي للأسف، ماش معنا أي تمويل خارج. طيب ليس هناك مساعي منكم يعني مجموعة تذهب مثلا إلى مستثمرين؟ حاولنا بس المستثمرين يشتوا وجه او شخصيه او شخص في الاعلام له اسم يعني له بصمه. صح انه انا بس انا مبتدئ، يعني لما اروح عند تاجر الشيء اسمه يطلع برضه، فبيقبل اللي هو فوق عشان اسمه برضه يطلع مع اللي المخرج هذا او المصور اللي اسمه قدع عالي. لكن احنا الشباب للاسف مضطهدين، يعني ما حبي ينبي نحن، لا بيروحوا نحن لما ننمي بعدين بيفكروا يدعمون نحن ولا. هل ندمت يعني او تمر عليك فترات من الندم يا ريتني لم اطرق باب الاعلام ولا باب الفن؟ لا بالعكس، مجال حلو
لانه في بعض الاحيان يكون في كلام بقلبي او في حاجات ان انا اشي اقولها فما اقدرش اقولها، فين بقولها؟ ما معي الا الكاميرا واقصد مشهد واسوي هذا المشهد واوصل رسالتي اللي انا اشتيها للجمهور، سواء فهمها بايجابيه او بسلبيه، فانا اكون وصلت رسالتي. هذا هو. ما هو العمل الذي تتمنى ان تقوم باخراجه في المستقبل سواء القريب ام البعيد؟ هو مسلسل درامي، يعني انا كاتبه، هذا حلمي، يعني عمل مسلسل درامي طويل في رمضان القادم ان شاء يعني الله. يعني انت الان اصبحت ستصبح مخرج ومصور وكاتب سيناريو؟ انا لا مش كاتب سيناريو، انا ماليش بكتابه السيناريوهات، مصور مهم. لكن انا العمل الدرامي هذا اللي انت كتبته هو عباره عن قصه روايه؟ هي قصه بعيده عن الروايه، هي قصه واقعيه. يعني من عذن من المواطن نفسه، يعني انا اجمع قصص من المواطن نفسه واعرضها للشاشه. انا هذه قضيتي قبل، يعني قضيتي في الاعلام ان انا اعرض المواطن البسيط المسكين. في روايات حكايات حارتنا وغيره وغيره هكذا. نعم. طيب اليوم يعني رسالتك للفنانين والمبدعين الموجودين على الساحه من امثال سنك، ماذا تنصحهم؟ رسالتي انهم يكونوا في منافسه شريفه، هذا اول شيء. لماذا انت لا ترى ان هناك منافسه بدل المهاترات والمشاكل؟ لانه للاسف بكل صراحه في عذن الاعلام كله مشاكل، كل هذا وهذا قال وهذا غير. لماذا؟ ما هي الاسباب؟ الاسباب لانه يعني الفن بالعاده يسمي بالاخلاق بالصفات. الله اعلم، لكن هذه هي مشكله حاصله في عدن، مش في عدن بس، في اكثر من مكان، بس انا اقول لك انه اللي انا اشوفه وانا واجهتنا هذه المشاكل، فتحصل مهاترات، يحصل كلام، يحصل مشاكل. نحن عن غنى عنه، نحن فن بعدن، لازم نحن كلنا نكون يد واحده، نحن نمثل عدن. الان نحن الوجه الرسمي لعدن في التلفزيون، في اليوتيوب، في النت، لازم نحن نوجه صورة حلوة لعدن بدل المهاترات وهذا. بالنهاية بالأول والأخير نحن عيال عدن، هذا اللي نشي نوصله في من الإعلام، وكل واحد يمسك بيد الثاني وقدم رسالة جميلة. في أعمال قدمته ورأيت بعد ذلك أن العمل كان سيء وقلت ليتني لم أقدم هذا العمل؟ أيوة في أعمال كثيرة سويتها، أعترف يعني الواحد لما نبدأ، أنا مش ناجح ناجح أو فاشل فاشل، لكن إذا قلت أنا فاشل بستمر بالفشل، لكن أنا أعترف إن في أعمال فاشلة وغطيها بعمل ناجح. لكل جواد كبوة. أكيد. هذا المجال يعني فيه متغيرات، أنا لا دارس إخراج ولا يعني أعرف بأساسية الإخراج من البداية أو في دعم مادي، وأساساً أنا بدأت هذا المجال مصور وأنا بلا كاميرا، يعني كان معي كاميرا حق زميلي استمرت 3 سنين معيها، إلا اشتريتها الآن يعني قبل سنة. يعني بدأت من 2012 أنا بلا كاميرا. اشتريتها من مردود حصلت عليه من الأعمال الفنية؟ للأسف لا. ولا كذلك اذا مكتوب كل مردود يعني يجي لي من المجال هذا احاول ان انا اسوي عمل اخر، لكن ما فكرت اني اشتري كاميرا، لان الكاميرا تكون غاليه جدا يعني، فاشتريتها بطريقه يعني الحمد لله ربنا وفر لي قيمتها. اليوم ما هو العرض او الفرصه الذي ينتظرها اسماعيل سليم؟ والله اول شيء اكمل صيدله، هذا اول عرض عن الشيء هذا. ثانيا لو في نصيب ان شاء الله اخرج برا البلاد، اكمل يعني بعد مجال الصيدله اكمل مجالي بالاخراج، ادرس اخراج وتصوير، ادرس دورات على ان تعود الى عدن من جديد. اعود في عدن اساسا، انا في عدن يعني مصيري عدن عدن. نعم. لانه للاسف كثير من الشباب يخرجون من اليمن ولا يعودون اليه. اكيد، لانه اليمن ما احتضنتش الجميع، اليمن نفرت، بدل ما تكذب نفرت الناس الجهات المسؤوله والسلطات. نعم للاسف اليمن هي ام الجميع. يعني بدل انا يعني انا نفسي شخصيا يعني ادور يعني اهتمام الشيء، اول شيء الدراسه، ثاني شيء البيئه المحيطه في بنا، المعيشه، حقوقنا كمواطن مش ملاقينها. كيف تشتم ان احنا ننتج واساسا احنا مش ملاقين حاجه؟ هو ده هنا المشكله. حدثنا عن بعض اعمالك الموجوده في عدن. اعمالي الموجوده في عدن سويتها 3 كليبات تقريبا، كليب مع نستطيع، كليب شكرا للماضي، وكليب حبي أبيان. والأفلام عملت تقريبا 6 أو 7 أفلام، طبعا مش ذاكر أفلام قصيرة، أفلام قصيرة يعني بسيطة، مجموعة يعني أنا أعمل عشان أشاركها في مهرجانات. أنا للأسف نعرضها في اليوتيوب ما تلاقش أي إقبالية، مش إقبالية يعني ما فيش أي مردود. شاركت فيها في مهرجانات؟ شاركت فيها مهرجانات، في يعني الوحيد المهرجان اللي فلحت فيه مهرجان اليمن للأفلام. شاركت مهرجان الأول، هو أساسا بداية طلعتي في هذا المجال، شاركت في مهرجان اليمن الأول 2012، تأهلت المرحلة الأخيرة لكن للأسف ما فزت. شاركت في مهرجان اليمن الثاني والحمد لله فزت في المركز الخامس،
فبدأت أشارك الثالث والرابع، فدحين في الفترة هذه موقفين، فحاولت أشارك في مهرجانات خارجية، لكن للأسف نحن بغير إمكانيات فما بنوصلش للمستويات اللي قدموها اللي في الخارج، الأفلام اللي في الخارج. شاركت في مهرجانات خارجية حد ذاته، يعني كأنك تقول أنا موجود. أنا موجود طبعا، أكيد أنا شاركت في مهرجانات، وهي اللي تشجعنا، يعني صح إن أنا ما أنجحش بس أطمح إن أنا أنجح في المستقبل، يعني مش بعيد يوم من الأيام. في زي مهرجان اليمن ما كنت أدري إن أنا بنجح، إن فيلم بصراحة ما كان بالمستوى المطلوب، لكن الحمد لله، يعني أقول ما أقدر أقول الحمد لله، يعني نجحت فيه. رأيك في الأعمال الدرامية الموجودة الآن على الساحة اليمنية؟ الأعمال الدرامية طبعا رقم واحد أستاذ عمرو جمال، يعني قدر ينقل نقلة نوعية بالفن بشكل جميل جدا، وقدم رسالة حلوة جدا. وفي فيديوهات تعرض في اليوتيوب باسم فاينات عدنية لعلوي بكار، طبعا هذه فيديوهات تقدم المشاهد أكثر، لأنها عن مثل ما قلت لك عن المواطن، عن المعاناة اللي احنا نعانيها بعيدا عن التطبيل أو التسييس، عن المواطن نفسه إيش اللي يعاني وإيش اللي يشتيه، هذا اللي عجبنا فيه. بعض الأعمال الدرامية يعني اللي في عدن مثل المخرج علي نجيب، أعماله فخمة جدا وقوية، مخرجين كثيرين بالمسرحيات يعني كثيرين جدا.